يروح يا مولاي. في إطار تعزيز التغطية الصحية على مستوى منطقة سيدي غزال، استفادت هذه الأخيرة من عيادة متعددة الخدمات تتوفر على فحوصات طبية، كذلك المخبر، إضافة إلى فحوصات طبية متخصصة، طب الأسنان، حماية الأمومة والطفولة، إضافة إلى عيادة توليد ريفية. En plus la polyclinique فيها ثاني خدمات une maternité، فيها مسرح التوليد اللي راح ينقص ضغوطات على السبيطار التوليد اللي جاي في بسكرة. أنا ثاني مشاريع أخرين في الولاية اللي هما المؤسسات الصحية ماري أنفان في برج بن عزوز وفي زريبة الوات 80 سرير، وعندنا ثاني مستشفى 240 سرير في بسكرة، عندنا مستشفى طب وجراحة القلب في بسكرة ثاني. قبل ما كانوش كاينين لي تحاليل، كنا دوك الحمد لله وفروا لنا هنا نجيو نديروا التحاليل هنا، ولا الدونتيست ما كانش كاين الحمد لله، ولينا نجيو لهنا نتقلبوا.